كيفاش جاي الكونتاكت من الكلوب؟ الكلوب وقتها كان سيوس في المناعي هو الادجوان تاع سيوس في زوار. لعبنا مع سيوس في نعرفه من السبيخه خاطر راناني في سكولير في السبيخه. دونك كي ولا هو ادجوان جينا لعبنا ماتش سي او تي وكلوب افريكان في ملاسين. عملنا 2-2 وقتها نذكر. ماركيتهم انا زوز بونت 2-2. اول ما جيت للكلوب كنت يعني كانوا يحبوا الاتاكون. كنت نلعب اتاكون كنت نلعب ريجيسور. جيت عملت تيست كلموني جيت عملت تيست مع الكلوب عند سيوس في زوبي. بتيست ما كانش ليه ليه خاطر سيوس ما سيوس في زوبي ما كانش يعرفني. حاب يشوفني وحاب قعدت 5 أيام ولا 6 أيام. والشيخ ما قلقوكش وخلاك تمشي تعمل تيست و... ليه ما كي جيت عملت تيست ما في بالهمش في بالهمش. وبعد فهموا معه يعني كي سيوس فعطالو كي فهموا معهم ومشيت للكلوب. عملت عامين في الكلوب هكا؟ 4 سنين عملت. 4 سنين. باه كيفاش تحكم عليهم كيفاش تعدي 4 سنين في الكلوب؟ والله شو نقول لك الكلوب هذا يكون مليانه صغيره خاطر انا كلوبيس مليانه صغير دونك هذا حلم نتاعي اللي نعرف في الكلوب. العامين الاولانيين كانوا عامين باهين برشا مع 2006 كي طلعت 2005 2005 من 2005 كانوا عوام باهين. وبعد في من 2008 بديت ما وليتش نكور ما عادش نكور برشا وليت ديما اورليست و... علاش شنو تبدل؟ هو انت الحقيقه قبل ما نوصل هنا انت طلعت مع مارشون هكا نفكر اول ماتش لعبته ديربي هذاك 2006 ولا قبل؟ فينال كوب لا ما لعبت اللي ماتش قبل لعبت اي ما ظهر هذاك كان يمكن كان تورنو في مسيرتك وقتها نفكر انت ايه. عميري بلقوقي اول ماتش وير ظهر انا لعبت عميري اول ماتش لعبه وقت الفينال لعبت برشا في الشامبيونات قبل ما يجي برتر مارشون. وبعد الماتش هذاك هو اللي ظهرت فيه يعني خاطر ماركيت فيه فينال تونس كل تفرج من وقتها بديت كورت برشا مع برتر مارشان. الحقيقة هو التغيير اللي صار جاء عبد الحق بن شيخة وقتها مالغري هذايا كنت في الكيب ناسيونال اولمبيك بالاسامي اللي كانت في الاولمبيك وقتها كنت نلعب تيتولير وما نلعبش في الكلوب. كنت ديما اورليست ولا على البنك وديما وكي نجي للكلوب ما نلعبش نلعب تيتولير في الكيب ناسيونال على سبب خارج الكورة اللي هو لا انا جبت نحكي فيه مع شكون هو؟ مع بن شيخ. اسكو ما يضحكاش معناها. يلمح لنا شوي يعطينا حتى شوي تفاصيل. ما هوش تابع الكرة. باهي. سبب يضحك. تي تعيط صحيح في تعيط. ما هوش يسمع فينا بن شيخ ما يسالش. لا لا ما عنديش مشكلة معاه، ما هو يعني الشوا نتاعو ما كانش كرة، راه ما كانش كرويين. ما كانش على الكرة. نتحمس وليتي انا غلط يعني من نتحمس وليتي ما كان إيه تعرفت معاه شنو لا ما عندي حتى مشكله معاه. انسان بيناتنا كان احترام قدر نشوف ونسلم عليه. هذا شوا نتاع دائما ندخلش فيه شوا نتاع اونترينور هذا هو حر فيها. ما انا ك ك كبري مانيش نعرف متاكد 100% ما كن... انا كي ما كنتش نصور ماهيش امور كره. ثم سبب باخر انا نعرفوا القراب اللي جوارات القراب اللي كل يعرفوا اللي كانوا عايشين معنا في 2008 يعرفوا شنو السبب بالضبط. تيكا باجي تعديت هذه باهي. مغادرتك الافريقي كيفاش كانت وقتها بسبب بن شيخه كيف كيف؟ لا جيت هو عطى ليستا اللي باش يخرجوا في 2009. جيت قالوا لي رجعنا في البريباراسيون قالوا لي راك اور ليست. ما حبيتش نخرج خاطر بالطريقه هذيك ما حبيتش نخرج. جي لو شونتر جي ترينيت مع 3 سيونس قال لي تمشي معايا للستاج في عندرا. مشيت للستاج لعبنا ماتش اميكال وانا وقتها تفهمت مع القروان باش نمشي. سمراد محجوب كلمني وقتها صاي باش نمشي. مشيت والجوارات الكل اللي معايا والمسؤولين يعرفوا هذا. لو شونتر قال لهم لي ما يخرجوا يكملوا معايا ما يخرجش. أنا سي وقتها سي ما عادش مرتاح ولا نحاول خيرت باش نمشي نلعب برشا باش نمشي اكسبيريونس جديده. لازمني نخرج بعد 4 سنين في الكلوب الحمد لله. واحد خلى اسم بي ويقدر بي مشيت عملت تجربه جديده في القرية.
المشكل مع بن شيخ يقولوا انت كنت معناتها مش صحيح اللي كنت محمي من حلفه من تقروين اللي فيه مثلا زهير حلمي حماه تسعد الله يرحمه. الله يرحمه. ليه ما كان فما حلف؟ ليه انت من احسن الجروب اللي عشت فيه في حياتي هو في البريود هذيك في الكلوب. كان فيه احسن جوارات، كان فيه جو احسن جو عشته في حياتي في الكوره. يعني ما عناش لك لا عندنا جروبات، لا عندنا ذوما جماعه القروين، لا ذوما كنا الكل خيان، كنا جروب واحده. طيب بالعكس كنت انا محبوب في الجروب، خاطر ديما نعمل جو، ديما كالضحكه، وما ما عنديش مشكله في الحكايه هذوما. مال متعلقه بك انت بين الحكايه؟ لا لا بي انا كان متعلقه بحتى واحد. كان انا كان باهي مشكله الفيبات خارج الميدان. اي هو شو هذاك؟ اما غلط. علاش غلط؟ غلط. انا نستعرف تو سي وفيها اي كملنا كل شيء مو تعمل الكل عادي نحكيو فيها في الحكايه. غلطت برشا وعملت برشا غلط وندم عليهم ونتحمل مسؤوليتي. اما في الحكايه هذه بالذات والله لاني فيها الحاجه. اي ما دام فهمت حسب ما فهمت وصل الكلام على بعض الملاعبيه فما حكايه نتاع عدم انضباط وانت قالوا برهان منهم وانت ما كنتش من هكا. لا مش برشا انا الحكايه فيها انا كاو. اي تجبت فيها انا كاو وانت ما كنتش فيها. والله لا عندي حتى دخل في الموضوع. اي هكا فهمت باهي.